حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. إذا رأينا أن أحدا يمارس هذا الأمر فأكيد هناك خلل ما موجود في فطرته أو في نفسيته يجره إلى هذا الأمر. نقلت بعض الأخبار قبل مدة أنه قبض على قس استرالي، رجل دين مسيحي استرالي، وكان هذا الرجل يمارس العلاقة الجنسية مع ابنتيه مدة 10 سنوات. فلما اشتكت عليه البنتان، طبعا متأخر جدا بعد 10 سنوات، كان يبرر أنه أنا أريد أن أعلمهن الثقافة الجنسية حتى لا يروحون إلى أزواجهم وهم ما يعرفون شيء، أنا أريد أن أعلمهن الثقافة الجنسية. طبعا مثل هذا الإنسان إنسان غير سوي، غير سليم الفطرة، لابد أن تفتش عن مرض في داخله، وإلا ماكو أب يأتي ويقول مثل هذه المقالة ويمارس هذا العمل الشنيع والفاحش مع بناته. ولعل هذا أيضا راجع إلى أن قسم من هؤلاء الذين يتظاهرون بالرهبانية المبتدعة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قسم من هؤلاء يخالفون الطبيعة البشرية. الله خلق هذا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. احنا خلقنا الإنسان ندري عنه، وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب، فهذه الحاجات الموجودة، الغرائز الموجودة في نفس الإنسان، الله يعلم بها، ولذلك شرع ما يشبعها من الطريق المحلل. فإذا اجت مثلا شريعة وقالت الإنسان ما يحتاج إلى المال، يتبين أن هذه شريعة غير سماوية. لماذا؟ لأن الله قد خلق هذا الإنسان وهو يقول وتحبون المال حبا جما. إذا جت شريعة وقالت لا، الزواج ممنوع، العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ممنوعة، هذا يتبين أنها شريعة غير منبثقة عن الله تعالى، لأن الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ويقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل أيضا تشريعات، لعل تجاوز بعض البشر في تحريف التشريعات الدينية وفرض، كما فرضوا مثلا في المسيحية المحرفة، فرضوا على أرباب الكنيسة ورجال الدين المسيحيين أن لا يتزوجوا، لازم يبقى عازب، وأيضا المرأة الراهبة أن لا تتزوج. طبيعة الحال هذا في تنكر لطبيعة الإنسان، ينتج مثل هذه الجرائم وأمثالها. فالتحريم الأول قائم على أساس وجود علاقة نسبية، هذه العلاقة النسبية تنتهي إلى التحريم، أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، هذه كلها تحرم على الإنسان بسبب نسبه إياكم.